رفع العديد من المغاربة شعار المقاطعة من جديد في وجه عزيز أخنوش بسبب القرارات الغير المسؤولة التي اتخذتها حكومته، ومنها فرض ضرائب غريبة وجديدة على المغاربة والزيادة في الأسعار وفرض جواز التلقيح بالقوة على المواطنين. ورفع العديد من النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي شعار المقاطعة في وجه أخنوش عبر العديد من الصفحات بعد أن وعد المغاربة بتحسين القدرة المعيشية، ولكن في المقابل لاحظوا أنه بعد بدايته في الحكومة لم يتخذ قرارات حاسمة لطمأنة المواطنين، وشهدت أثمنة المحروقات زيادات متتالية مما أجج أكثر غضب المغاربة، فطالبوا بمقاطعة إفريقيا للمحروقات التابعة لعزيز أخنوش. فهل سلاح المقاطعة سيوقف تمرد أخنوش وسيعيده إلى طريق الصواب والنظر بعين رحمة للطبقة الفقيرة؟